مرة ثانية مشاهدينا الكرام، والحديث عن المشاريع القومية وأبرز هذه المشاريع اللي تم افتتاحها اليوم هو مشروع أسيوط أو قناطر أسيوط الجديدة بكل ما فيه. خليني أرحب بضيفي مرة أخرى. دكتور، برحب بيك مرة ثانية، ويمكن تحدثنا عن الاستفادة المباشرة للفلاح. حضرتك ذكرت أن هي مسألة تحسن وليس زيادة في المياه، ولكن تحسن وضمان أن المية هتوصل لكل البقاع المفروض توصل لها، لا هتقل ولا هيتم اهدار في الميه، ولكن هو ضمانه بشكل افضل انه الميه ما تقطعش، ان الميه موجوده، ان الميه بتوصل لكل هذه الاراضي اللي هم 1,650,000 فدان. تمام. خليني اروح مع حضرتك عن الهويسين، انه تم افتتاح ايضا وتجديد هويسين، وده قبل كده يمكن كانت المراكب او السفن الضخمه بتوصل لهذا المعبر وبتقف لعدم سعته. ايه الجديد يا فندم في هذا؟ حضرتك الجديد الابعاد بتاعه الهويسين. الهويسين الاول، ايه هو الهويس يعني؟ لو تسمحي يا ريت. حضرتك احنا الانطره، يعني هنفرض ان الديسك ده هو ده الانطره، فحاجزين الميه على مستوى البنش ده، وبعدين في الخلف او يعني بعد الانطره الميه دي كلها في المستوى ده، وبعد الانطره الميه المستوى المنخفض اللي هو الارض مثلا. فحضرتك لما تيجي مركبه ماشيه كده وعايزه تمشي تكمل مسارها في النيل مش هتقدر، عايزه المركبه جايه من ابلي وعايزه تروح بحري، فالميه عاليه هنا، وبعدين فجاه هتلاقي ان في دروب بتنخفض بشكل مش ممكن كبير. مش تقدر تعملها، مفيش حاجه هتقفز بالشكل ده، واحنا بنتكلم في ارقام في حدود مثلا 3 و5 متر وحاجه كده. فلازم يبقى في حوض، الحوض ده بندخل فيه المركبه وبعدين بطريقه معينه بنسحب الميه من الحوض، بنقفل الحوض تماما، نعزله عن صلته بالميه، ونبتدي نسحب الميه من الحوض مثلا، والمركبه جوه، والموجوده والمركبه جواه، فبيشتغل كانه اسانسير، فبتنزل تنزل الميه لغايه المستوى اللي هو بتاع الارضيه المنخفض وتقدر تمشي. والعكس نفس الحكايه، لو مركبه جايه من المنطقه المنخفضه مش هتعرف تنط وتطلع فوق، هتروح داخله الحوض ده ونزود الميه فيه تطلع لغايه المستوى. هل التوقيت بيختلف من هويس الى اخر يا فندم، ام هو توقيت واحد لكل العمل الهويس؟ الهويسين هنا لا، الاهوسه كلها يعني، الاهوسه قبل كده كان بتاخد فترات، كان المعتاد مثلا الدوره بتاعتها قبل ما المركبه تخش ونفرغ الميه او نزود الميه وتطلع الناحيه الثانيه كان بتبقى حوالي 45 دقيقه او ساعه. دلوقتي النظام الجديد في الاهوسه دي بياخد 11 دقيقه. وبعدين احنا بنتكلم مش هتبقى مركبه واحده، قبل كده كانت بتبقى مركبه واحده وبتخش بالعافيه، دلوقتي احنا بنتكلم على فندقين سياحيين، فندقين كبار يخشوا مع بعض. الحاجه الثانيه ممكن بدل الفنادق دي ممكن يكون صنادل اللي هي بتنقل الخامات وخصوصا المصانع والكلام ده، فالصنادل دي بتاخد 6 وحدات في الهويس الواحد، يعني ممكن تاخد 12 لو احنا شغلنا 2 مع بعض. وجود هويسين برضو بيخدم ان هو لو في واحد منهم بيحصل له صيانه، والا لو ما حصلوش صيانه هتسبب في مشاكل نتائجها أسوأ يعني. فلو في واحد في الصيانه يبقى في واحد تاني شغال، يبقى الملاحه مش متاثره، يبقى شغاله طول السنه بشكل طبيعي جدا. فمن ضمن الحاجات الرئيسيه العائد الملموس سريع جدا هو هيكون في الملاحه او في النقل النهري يعني بصفه عامه، والسياحه طبعا. يمكن يا فندم بنتكلم انه هذا المشروع هو الثالث الاضخم على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي. ونجع حمادي من حيث ايه يا فندم؟ يعني ايه اللي بيخليه الاضخم مع عدد القناطر اللي حضرتك ذكرتها؟ احنا عندنا عدد ضخم جدا من القناطر اذا كان على نهر النيل او غيره، ايه اللي مخلي قناطر اسيوط الجديده الاضخم؟ هو حضرتك هو الكبر بتاعهم يعني، قناطر اسنا اللي كانت بعد خزان اسوان، اول حاجه عندنا قناطر اسنا في مدينه اسنا في قنا، وبعدين بعد كده نجع حمادي برضو في قنا، وبعد كده اسيوط. دول كلما كنا قريبين من المحبس يعني من اول البيت، كلما كان بيخدم يعني بيعدي ميه لبقيه العماره اكتر.
فقناطر اسنا بتعدي المياه لمصر كلها، قناطر نجع حمادي بتعدي ناقص الحبه اللي قبليها، قناطر اسيوط بتعدي ناقص اللي بيروحوا للابراهيميه. نعم. فاذا كنا احنا بنتكلم اللي بيعدي من اسيوط اقل من اللي بيعدي من نجع حمادي، اقل من بيعدي من اسنا. وقت ما بيوصل القناطر الخيريه او قناطر الدلتا، قناطر الدلتا برضو مقارنه بيهم اصغر منهم، لان برضو قنطرتين فرع دمياط وفرع رشيد بدل قناطر واحده اللي هي اسيوط اكبر حاجه على النيل قبل ما تتفرع. فهي دي المقصود بالضخامه. ثانيا في حته برضو مهمه، ان هو اثناء التنفيذ حصل تحويل لمجرى النيل، يعني النيل كان ماشي واحنا عايزين نعمل القنطره في القلب هنا، فاضطرينا نعمل قناه للتحويل بحيث ان احنا خلينا الميه تمشي في الجنب الغربي شويه، وقدرنا نجفف المنطقه دي ونشتغل. لازم كل شغلنا يكون على في الجفاف، ما كنا نقدرش نشتغل تحت الميه بالحجم ده كله. فدي من ضمن الحاجات اللي هي الرئيسيه. موضوع التحويل ده خد له سنه، اكتر من سنه، سنتين تقريبا. يمكن النقطة الأخيرة دكتور، حابة أعرف إيه الجديد اللي عند حضراتكم، خطط التطوير في هذا المجال؟ نتكلم إحنا محتاجين فعلا كل نقطة مية، فإيه الجديد يا فندم؟ تمام فندم. حضرتك إحنا المعتاد إحنا حصل عندنا، يعني كان في بداية القرن العشرين 1900 وكده، ومن قبلها شوية كان حصل طفرة في الري كويسة، وابتدينا نتحول بقى من ري الحياض للري الدائم، يعني حاجه كانت طرق في الري، يعني ابتدينا نعمل كنترول كويس على النيل، يعني المحابس زادت وقدرنا نوزع نعمل شبكه مظبوط. الحكايه دي اغلبها كان في حوالي 1900. فالمتوقع ان هو مثلا لما لو قلنا كل الحاجات دي في حدود 100 ل 150 سنه هتبتدي نحتاج تاني، يبقى احنا فجاه كمان كام سنه هنلاقي نفسنا محتاجين مليارات فجائيه نعمل بيها كل اللي فات ده نجدد بداله. فعشان كده ابتدت الوزاره من فتره يعني بمنهجيه معينه انها تبتدي تجدد حبه حبه يعني. نعم. يعني في سنه 89 ابتدت عمل سد مفيد دمياط بدل سد فرسكور كان قبل كده، اتعمل ده واحد جديد. سنه 94 جددنا قناطر اسنا او عملنا احلال لقناطر اسنا بواحده جديده. 2008 انطرت نجع حمادي، ودي دلوقتي 2018 اسيوط. انطره ديروت اللي هي بعد مجموعه قناطر ديروت بعد فم الابراهيميه ب 60 كيلو، مجموعه بتغذي البحر يوسف، ويعني حاجه برضو يعني رئيسيه جدا، هتخلص ان شاء الله في 2023. يعني في شويه احلال ماشي. نتكلم عن خطه الوزاره شغاله 2050 يا فندم. فندم بخصوص بقى الخطه بتاعت 2050 وما اكثر من ذلك. سريعا يا دكتور لو تسمح. نعم. سريعا يا دكتور. حاضر فندم. هي اخر حاجه. اتفضل. حضرتك الوزاره احنا من ال 1300 منشا بيعملوا الكنترول دول، احنا قلنا في حوالي 150 قنطره تم اختيارهم كاكبر قناطر واهم قناطر في الموضوع، وتم بحثهم وتقييمهم وعمل دراسه شامله ليهم، عشان عملنا مخطط عام المفروض نعمل ايه، نعمل خطط خمسيه، ايه اللي هيتم في 5 سنين جايين وايه اللي بعدها وهكذا. والدرس في الموضوع ده موضوع التكاليف بتاعت كل قنطره محتاجه يتعمل لها ايه، والعائد منها. العائد منها زي ما قلنا مش مجرد بس ان انا اكون هاخد فلوس دلوقتي، لا، العائد منها ممكن ان انا اكون بتلافى مخاطر معينه هتحصل لو انا سبت القناطر دي لدرجه انها تفقد اهميتها. نعم. في الوظيفه او كده. فالخطه دي على وشك الانتهاء منها، او يعني اتعمل الدرافت بس بتتعمل الفاينل دلوقتي ان شاء الله، على اخر السنه هتكون جاهزه. وان شاء الله يعني ماشيين على نفس الخط يعني. شكرك لوجودك معنا دكتور السيارة. خالد طبار رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزاره الري. بشكرك يا دكتور. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير واكون في انتظار حضراتكم وكل ما يخص اوكازيون صيف 2018.